7000 8000 ريال شهر 3 شهر 4 شهر ومتابعت واش دابا الماء غادي الماء دابا 10000 ريال تاع الماء راه كثير علينا هادشي دابا غادي قال لي سيري عبري الماء كان شحال وجي قال لي شهر 6 راه باقي ما جاتش عندنا شهر 7 وهادشي راه كثير حق الله لا كثير الواليده 1400 واش 8000 ريال حنا نعودوا نلقطوا ليها هادشي راه غالي بزاف هادي راه كثير هادشي كورونا خاصهم يتعاونوا معنا ولا خاصو يزيدوا علينا وما يسمع من غدوي والو كيقول لك خلص وسير تشكي كيف غتبغي تشكي ما عندك ما غدير والو مره كترجع 10000 مره تجي 12000 مره تجي 6000 ما عندك ما تقول والو ما كاينش من غدوي معاه من غدوي ولا شي حاجه والو كيقول لك سير خلص وسير تشكي شويه تقول لا شي كان من في الاول ما تخلص شويه من عاد ولا يجي داكشي مضاول انا هو ردني دروك بلا خلاص اما الوراق فينا هما يردني بلا خلاص قال لي كنقول ليه شهر 7 حنا مخلصين ويقول لي راه عندك شهر 1 قلت لي انا ما بغيتش تخلص مني قلت لي سير دابا تنجيب الوراق قال لي سير تجيب الوراق كاملين لحد الان دابا تقريبا خلصت ب 41000 في 5 و 6 و 7 و 8 41000 ريال قلت هل السيد قال لي تتشوفي مع تيجي مول الدار ويشوف هذا المشكل ايوا ما عرفناش واش كاين كيديروا غير استيماسيون ولا هذا نيت فعلا هذا الشيء اللي حنا كونسوميناه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديرو جيم